السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ال disconnected layer level. على عكس كل اللمات اللي فاتت، احنا كنا بنتكلم عن ان احنا بنفتح connection، بعدين بنقعد نعدل على حاجات في ال database وكان بتسمع في ال database في ساعتها. هنا بقى مش هنعمل كده، هنا هروح نجيب ال table اللي احنا عايزين نتعامل معاه يعني، ونخزنه عندنا بطريقة ما كده، ونتعامل معاه براحتنا خالص، ونقعد ن update ون insert ون delete حاجات كمان من غير ما يسمع خالص في الداتابيز. انا معايا نسخة من الداتابيز او التيبل ده، وبعمل فيه اللي انت عادة انا عايزاه، ولما احاول ان انا اروح اسمع بقى في الداتابيز بعمل كده. فده سكشن النهارده، ان المود ده بيسمح لي ان انا الود الداتا من السيرفر واحطها عندي واشتغل عليها براحتي، بعدين اروح اسمع. طب ايه بقى الكلاسز اللي هتكون معانا؟ هل هي لا مش هي كلاسز تاني. من اهمهم اوراكل داتا ادابتر. اوراكل داتا ادابتر بقى هو اللي بيعمل كل ده، هو اللي بيسمح لي ان انا استخدم الديسكونكتد مود او افعل الديسكونكتد مود. هو اللي بيروح بجملة سيلكت معينة اوتوماتيك بيفتح كونكشن ويريتريف الداتا من جملة السيلكت دي ويحطها عندي في الميموري، بعدين انا اتعامل براحتي، بعدين هو يروح يسمع في الداتابيز او يقفل الكونكشن الاول، بعد كده انا اتعامل براحتي زي ما انا عايزة في الداتا دي او في الحاجات اللي عندي في الميموري دي. النسخة من التيبل، مش التيبل الأصلي، لأ أنا بتعامل مع نسخة من التيبل. ولما أكون عايزة إن أنا أسمع داتابيز هو اللي بيروح يعمل. طيب هو بيخزن بقى، يعني احنا قلنا إن هو بيريتريف التيبل من الداتابيز. طب بيخزنها فين؟ بيخزنها في حاجة اسمها داتا سيت. داتا سيت دي بتكون في الميموري عندي حاجة زي الري، بس الايتم بتاعها او الالمنت بتاعها بيكون تيبلز. هي بتشيل تيبلز، يعني الالمنت الواحد فيها بيشيل تيبل كامل. فبس فالاوركل داتا ادابتر هو اللي بيستخدم الداتا سيت علشان يفيل ايه اتش تيبل، اتش داتا تيبل راجعه من الداتابيز ويحطها في الداتا سيت دي. بقى انا بتعامل معاه النسخه من التيبل ده هو اللي بتعامل معاه. ممكن اعمل ابديت في اي، او ممكن قصدي يعني اعدل فيها زي ما انا عايزه، اعمل فيها اللي انا عايزاه، بعدين هو اللي بيروح يابديت التشينجز دي في الداتابيز. طيب بيعمل ايه بقى؟ احنا قلنا اهو ان هو بيعمل كذا تاسك، ان انا بس بديله جمله سيلكت، هو اللي بيروح بقى اوتوماتيك يفتح اوبن كونكشن. احنا مش هنكتب الكلام ده كله، هيريتريف الداتا يحطها في الداتا سيت واتعامل معانا مع الداتا سيت براحتي، بعدين بيقفل الكونكشن، بعدين بتعامل بقى انا براحتي واعدل براحتي. الخطوات مش هتبقى نفس الخطوات، بس هتبقى ابسط بكتير، مش هنكتب كود كتير خالص. اول حاجه احنا بنعمل اوبجكت من اوراكل داتا اكسس، بياخد حاجتين، بياخد كوماند سترينج وبياخد كونكشن سترينج. احنا بنقول له انت هتتعامل مع ايه، بنقول له جمله السيلكت، هو اللي بيروح يعمل الخطوات دي، يفتح كونكشن وينفذ جمله السيلكت في الريتريف الداتا في الداتا سيت، بعدين يقفل الكونكشن ويجيب لي الحاجات. انا بقى اتعامل براحتي. لو في بارامتر بديله بارامتر، وبدي بنادي على داتا ادابتر دوت فيل داتا سيت علشان يحط لي الداتا اللي رجعت من الداتا بيز دي في الداتا سيت. بعدين اقدر ان انا اتعامل بقى باليو اي في ان انا اعرض الداتا دي. احنا هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل الفورم دي. لما ادوس على ممبر انفورميشن يظهر لي التيبل بتاع ممبرز، لما ادوس على الاكترز يظهر لي التيبل بتاع الاكترز، لما ادوس على لود انفورميشن. بعد كده ممكن اعدل براحتي، امسح براحتي، اعمل اللي انا عايزاه، بعدين لما ادوس سيف يسمع في داتا. طيب احنا عملنا بروجكت جديد وعملنا الفورم اهي، محتاجين بقى نكتب كود. طيب قبل ما نكتب كود قلنا في جملتين لازم نكتب، في حاجه الاول لازم نعملها. ايه هي؟ ان احنا نروح على البروجكت، ندوس على اد ريفرنس ونختار دي، لو مش موجوده نعمل براوز زي الخطوات اللي احنا كنا قايلينها، ونحط هنا الجملتين اللي هما ايه، يوزنج اوراكل Oracle dot data access dot client client و dot branch dot a دي dot branch بس كده، صح كده؟ صح كده. نعمل ايه بقى؟ احنا قلنا ان خطواتنا هتبقى عاملة ازاي. ان احنا اول حاجة من create data او Oracle data adapter object و create ايه؟ data set object. Oracle data adapter عايزين نعملها global علشان كله يقدر يستخدم. Oracle data adapter سميه مثلا سميه adapter هيساوي، او مش هنعمل شايز دلوقتي، برضه هنعمل ايه dataset data نسميها برضه dataset، نسميها dataset. ماشي.
طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين لما يدوس على الممبر او كاركتر يدوس لود يجيب لي التيبل بتاع الممبر او الاكتور على حسب انا اخترت ايه. صح. طيب يبقى انا هعمل كل الاوبريشن دي او هعمل كل الحاجات دي فين؟ في الايفنت بتاع الكليك بتاع اللود او البوتن بتاع اللود. طيب هنعملها ازاي؟ احنا قلنا ايه الخطوات؟ بس قلنا ايه الخطوات اهي، ان احنا هنعمل داتا سيت اوبجكت و اوركل ادابتر اوبجكت، عملناها ماشي. وندي الاوركل، احنا هل احنا عملنا لهم انيشاليز؟ لا، فتعالوا نعمل انيشاليز ليهم هنا. ادابتر مثال نيو اوركل دات ادابتر، المفروض بياخد حاجتين، السترينج او الجملة السيلكت، سيلكت ماشي، جملة السيلكت بياخد ايه؟ هنكتبها كونكشن. فقبل ما من يعني قبل ما نعمل كده خلينا نكتب السترينج بتاع الكونكشن. طيب السترينج بتاع الكونكشن هو برضه نفس اللي كنا بنعمله قبل كده. كونكشن هيساوي data source هتساوي ORCL user ID هيساوي مسكوت و الباسورد هيساوي تايجر. بعدين ايه؟ بعدين عايزة جملة select. احنا قلنا لو دات على الممبر هيجيله التابل بتاع الممبرز، لو دات على الاكتور هيجيله التابل بتاع الاكتورز. يبقى احنا عندنا condition صح؟ يعني احنا عندنا كده string اسمه s، والstring اسمه s ده هو دلوقتي لو يبقى if لو ال انا دوست على radio button الاولاني. طب اقولها ازاي؟ ال radio button الاولاني اسمه radio button 1، يبقى radio button 1 dot check. لو انا عاملة check على radio button 1 اعمل ايه؟ اعمل جملة select. ايه بقى جملة select دي؟ بتساوي select asterisk from the members. طيب لو دوست على التاني هسلكت برضو أكتب فروم إيه؟ أكتبس ماشي. أنا معرفش ماشي كوبي بس هنسلكت فروم إيه؟ فروم أكتبس. حلو. طيب يبقى عملنا كده، عملنا اشرايز للأدبت. طب عايزين نعمل اشرايز لداتا سيت. داتا سيت هتساوي نيو داتا سيت بس كده. بعدين عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحط بارامترز. مفيش بارامترز، عايزين بقى نعمل داتا ادابتر دوت فيل للداتا سيت. يعني ايه؟ يعني اللي راجع التيبل اللي راجع لك فيه من الداتا بيس حطه فيه داتا سيت. احنا قلنا ان الداتا سيت حاجة زي الاري بتخزن تيبلز. فهنقول ادابتر دوت فيل الداتا سيت ماشي. بعدين المفروض نعرض لليوزر بقى او نسبلاي من الداتا سيت دي على الداتا جريد في. يبقى احنا هنروح للداتا جريد في ونشوف اسمها ايه. داتا جريد في 1 يبقى داتا جريد في 1 دوت داتا سورس. السورس بتاعك او الداتا بتاعتك هتجيبيها منين يا ستي؟ هتجيبيها من الداتا سيت. قلنا ان هي بتقيس معلوم دوت تيبلز اوف زيرو. ليه عملنا اندكس؟ احنا قلنا حاجه زي الاري، يعني الاليمنت الواحد فيها بيبقى تيبل مجموع، يعني هي بتخزن مجموع التيبلز. يبقى الاليمنت الواحد فيهم انا عايزه اول واحد، او احنا اصلا مش هيرجع لنا غير تيبل واحد. تقولي لي ازاي واحنا عاملين بمتين سيلكت؟ لا، ما انا لو دوست على هنا هيرجع لي تيبل واحد، لو دوست على هنا هيرجع لي تيبل واحد، بس التيبلز مختلفه. فاهمين؟ يعني في النهايه هيرجع لي برده تيبل واحد. بشرى يعني خلاص كده خلصت اول خطوات خلصت. ندوس لود ماشي، هو فاضي اصلا الممبر بتاعك. خلينا ندوس على الاكتور. ندوس لود اهو الاكتور زي بكل الكولومز بتوعه، اكتور نيم و اكتور اي دي و جندر و الداتا كلها. يبقى دي اول حاجة معانا صح؟ ماشي. طيب تاني حاجة بقى انا عايزة اعملها ايه؟ عايزة اقعد، انا عايزة بس اكبر دي عشان اشوف كويس ونعمل اللي احنا عايزينه كويس. انا رن كده جبنا الممبرز
ماشي، عايزين بقى نحط ميمبر اي دي عم واحد، حط براحتي اهو. عم ايه الجوين ديت؟ قولي مثلا 3/3/2023. بس معلش أسامي ال date of birth 11/1/2003. الفون ماشي. ويندوز ايه؟ لا استنى، مش ويندوز دلوقتي. طيب احنا يعني انا عايزة اعمل ايه برضو؟ انا عايزة اللي انا بعمله ده كله ماشي، لما ادوس على سيف يسمى بعد دبس. ماشي، عايزين نعمل ده. هل انا اللي انا بعمله ده كله بيسمى في دبس؟ لا لسه ما بيسمعش في دبس، انا عايزة ما يسمى في دبس. فاحنا عايزين ايه؟ عايزين نعمل التعديلات اللي احنا عايزين نعملها. ما ندوس على سيف يعمل ايه؟ يعمل ابديت او الاوركل كوماند بيلدر يجنريت السيكوال كويريز اللي انا عملتها، والادابتر يروح يابديت في الداتابيز. هنعمل ده ازاي؟ عند سيف هندوس على ايفنت، ندوس على كليك دبل كليك ونروح على هنا. مش عايزين بس نعرف اوبجكت من اوركل كوماند بيلدر جلوبال برضو، اوركل كوماند بيلدر نسميه مثلا بيلدر ماشي، ونروح نعمل له اشيلايز فين؟ عند البوتن كليك بتاع سيف. فهنقول ان البيلدر يساوي يوم اوريكال كوماند بيلدر، وبياخد حاجه بقى اوريكال كوماند بيلدر، بياخد الادابتر اللي هيعمل جنريت للسيكوال دي عشان يروح يوديه. فهنديله الادابتر ده. طيب هنعمل ابديت ازاي؟ او هنعمل ازاي يعني نحدث ال database بالحاجات اللي احنا عملناها؟ بنقول ادابتر update، والابديت دي مش بتاعت اللي هي ابديت اللي في الديك، لا هي ابديت يعني روح بقى نفذ او روح عدل على الداتا بيز بقى واعمل ايه الحاجات اللي انا عملتها ده بقى. بناء على ايه؟ بناء على الداتا سيت الجديده اللي هي الداتا سيت اللي انا عملت عليها، انا عملت عليها ابديت اللي هي دي اس دوت تيبلز. سوري داتا سيت، سوري داتا سيت ان انا بتاعتي يعني دوت تيبلز اوف الزيرو، احنا عملنا فيها التعديلات دي كلها. روح بقى اعمل ابديت بس كده. بس كده خلينا نقفل الفورم دي ونعمل رن. نعمل رن المفروض اهو. خلينا بقى نحط ايه؟ ممبر جديد اي دي 1، ممبر نيم ياباني، جوين ديت 3/3 برضو 2022، ديت اوف بيرث 11/1/2003، و الفون زيرو. بس ندوس سيف ماشي، هو كده عمل سيف يعني. بس يعني نتأكد، نروح تاني ندوس لود، اهي هنلاقي الريكورد او الرو موجود. يبقى خطوات ايه؟ خطوات كانت ايه؟ انا بتعامل مع داتا سيت اوف لاين. ازاي؟ ان انا بقول للداتا ادابتر او الداتا ادابتر بديله الكونكشن اللي هو يتعامل فيها، بديله الجملة سيلكت. يعني خلي بالكم الترتيب، يعني لازم الاول جملة السيلكت وبعدين الكونكشن. جملة السيلكت انت هتسيلكت ايه؟ هتسيلكت كله من الممبرز لو دوست على اول ريديو بوتن، ومن الاكتورز لو دوست على تاني ريديو بوتن، والكونكشن بتاعتك هتبقى داتا سورس. والحاجات دي يعني الحاجات دي كلها هنديله كونكشن. هو تلقائي بيروح يعمل يفتح كونكشن وينفذ كوميونتي سيلكت ويريتريف الداتا ويحطها لي في داتا سيت بفانكشن اسمها فيل. في الادابتر، ادابتر دوت فيل داتا سيت، بيفل الداتا سيت. بعدين عشان اعرضها لليوزر بعمل داتا جريد فيو دوت داتا سورس داتا سيت دوت، عشان هي فيها تيبلز فبعمل دوت تيبلز اوف الاندكس بتاع التيبل اللي انا مرجعه. احنا مش مرجعين على تيبل واحد، واحنا مش هنتعامل في المنهج اللي بتيبل واحد يعني. يبقى هو زيرو ماشي. وعلشان نسيف كل، او احنا بقى ما عملنا كده بقى معانا نسخه اوف لاين او نسخه من الداتا بيز بتعامل معاها اوف لاين، مش بيسمع خالص في الداتا بيز، بقدر ان انا اعمل ابديت براحتي. بعدين بنادي الاوراكل ديت الكوماند بيلدر، بديله الادابتر عشان يجنريت الجمل السيكوال اللي انا عملتها بايدي اوتوماتيك، ويديها للادابتر، الادابتر يروح ينفذها في الداتا بيز بفانكشن ابديت. بس كده، دي الخطوات باختصار بسيطة جدا وسهلة جدا وأقل بكتير من اللي فاتت.
ماشي، تعالى بقى نشوف ايه تاني تاسك. تاني تاسك دي فيلم جديدة، هديك الاكتور نيم وانت تجيب لي الفيلم تايتل بتاعه. الفيلم تايتل يعني هو عمله، او الفيلم تايتل اللي هو عملها، الافلام اللي هو عملها يعني، والريليز ديت بتاع الفيلم ده. ماشي، لما تدوس على ايه، ما تدوس على سيرش. احنا عايزين نعمل فيلم جديدة. طيب عشان نقل بقى فيلم جديدة، هنروح على اسم البروجكت، نعمل اد نيو ايتم، ونختار فول، وندوس فول، وندوس اد، ودي فورم جديدة. عايزين بس نعمل شكلها ونرجع ثانية بس. طيب عملنا الفورم، محتاجين نعمل ايه بقى؟ محتاجين ندخل اكتر نيم، وندوس على سيرش، يعمل ايه؟ يجيب لي الافلام اللي عملها الاكتر ده، صح؟ قبل ما نشوف اي حاجة، بس خلينا نشوف جملة السلك بتمشي ازاي. ليه احنا بنقول كده، او ليه هي مش سهلة؟ لان انا عايزة اعمل ايه، عايزة ادخل اكتر نيم هنا، ماشي، في الاكتورز دي، في اكتور نيم عايز ادخله، يجيب لي الفيلم تايتلز، الافلام يعني اللي هو عملها. هل في علاقة مباشرة ما بين الاكتورز والفيلم تايتلز؟ لا، الحقيقة لا، بس في علاقة مباشرة ما بين الاكتورز والفيلم اكتورز، وفي علاقة ما بين الفيلم تايتلز والفيلم اكتورز. دي 1 تو ميني، ودي ايه، ميني تو 1، ماشي، بس مفيش علاقة تربطني الاكتورز بالفيلم تايتلز، هي علاقة ميني تو ميني، ماشي. فبيبقى فيه زي تيبل في النص كده، هو اللي بيربط بقى. يبقى انا معنى كده ان انا عايزه اربط التلاته دول ببعض، علشان لما يدخل لي فيلم او اكتر، اي اكتر نيم معين، اقدر اجيب له منه الفيلم تايتل بتاع الاكتر ده. فهنربط التلاته ببعض ازاي؟ بالجوين عادي. طيب خلينا نكتب الاول جمله السيلكت. هنكتب جمله السيلكت ازاي؟ احنا قلنا ان احنا عايزين نسيلكت ايه، نسيلكت الفيلم تايتل صح كده، و الريليز ديت، الريليز ديت ماشي. بس قلنا ان احنا هنربط ما بين ثلاث تيبل، صح؟ طيب عشان نكتب اكتر من نقدر ندوس انتر ونكمل، فهنعمل كده ماشي، نحط هنا سيمي كولن، ونكتب ايه، احنا هنسلكت من ايه، هنسلكت من ثلاثة تيبلز. احنا عايزين عشان نربط الثلاثة ببعض، فاحنا محتاجين نعمل فروم الثلاثة دي، ونديهم اليت عشان ايه، نقدر نتعامل معاهم في جملة السيلكت براحتنا. طيب اول تيبل معانا اللي هو الاكتورز، ونقول له انت اي سي ماشي، والفيلم تايتل، وانت اف تي، والفيلم اكتورز تقريبا، فيلم اكتورز، وانت اف تي ماشي. ماشي، وير بقى هنربطهم ازاي؟ وير، نشوف، تعالي نشوف ايه اللي بيربط ده بده، الاكتور اي دي، صح؟ يبقى وير الاكتور اي دي اللي جوه الاكتورز بيساوي الاكتور اي دي اللي جوه الفيلم اكتورز، يبقى وير ان الاكتور اي دي اللي جوه اكتورز، صح كده؟ الاكتور اي دي اللي جوه اكتورز بيساوي نزيد، ماشي، الاكتور اي دي اللي جوه الفيلم اكتورز اللي هو اف اي دوت، برضو اكتور اي دي. هو غالبا هيبقى فيه حاجة غلط في السنتكس بسبب الحاجات الكاميرا، الحاجات السمول، الحاجات ماشي، بس هنشوف يعني، هنكتشف مع بعض. طيب ايه تاني، الفيلم اكتورز والفيلم تايتلز ايه اللي بيربطهم؟ الفيلم اي دي، مش ده بيساوي على ده، فالفيلم اي دي هو اللي بيربط الاتنين ببعض، يبقى الفيلم اكتورز اللي هنا، الفيلم اي دي اللي جوه الفيلم اكتورز بيساوي الفيلم اي دي اللي جوه الفيلم تايتلز. فهنعمل ده ازاي؟ برضو نفس الفكرة، and ماشي، عند ايه دي صح كده، بيساوي ايه، الفيلم اي دي اللي جوه الاف اي اللي هو الفيلم اكتورز، فاهم؟ اي دي. طيب الكونديشن بقى اللي انا يعني كنت بعمل عليه ده كله، اللي هو اصلا ان انا هاخد الفيلم تايتل اللي داخل از بارامتر، يعني انا عايزه برضو ان الفيلم الاكتور نيم اللي داخل ده بيساوي البارامتر ده، فهنعمل بارامتر عادي جدا، نقدر نعمل بارامتر عادي. فهنقول ان الاكتور نيم ده اللي جوه ايه، ده اللي جوه الاكتورز، يبقى الاي سي. استنى عند الدوشه دي بس ثانيه. الاكتور نيم اللي جوه الاكتورز، اكتور
لا انا لسه مكتشفه ان انا مكنتش حاطه السماعه ده كله، فاتمنى الصوت يكون كان كويس يعني. اتمنى هيساوي الايه، هيساوي النيه. ماشي طيب، عايزين ما نعمل الخطوات بتاعتنا احنا. ماشي كتبنا، عايزين نكتب برضو ايه السترينج بتاع الكونكشن. سترينج كون هيساوي ايه بقى عشان ايه ننجز؟ هيساوي نفس الكلام ده، خلينا ناخد كوبي نحطه هناك، نحطه بيست كده. ماشي ماشي، عايزين بقى نعمل خطوات. احنا بنعمل اوبجكت من الداتا ادابتر واوبجكت من الداتا سيت، فعايزين نعمل اوبجكت من داتا سيت اسمه داتا سيت داتا خلاص. ماشي، وعايزين نعمل اوبجكت من اوريكل، حاسه ان هو مش شايفها، حاسه ان هو مش شايفها داتا مش شايفها. ماشي، عشان الجملتين دول برضو يوزنج، خلينا ناخده من هناك ناخدهم من هناك. دول كوبي بيست اوريكال، شوفها بقى شوفها بقى شوفها بقى، داتا ادابتر الحمد لله اسمه ادابتر ادابتر. ماشي، ونعمل له انيشاليز جو، يعني نعمل له انيشاليز هنا مش عايز هنا بقى، اوكي شغال هنا ادابتر هيساوي نيو اوريكال داتا ادابتر. وبياخد ايه؟ بياخد اول حاجة، اول حاجة جملة سيلكت، بعدين الكونكشن، صح كده؟ صح كده. ماشي، بعدين بعدين ايه الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها كانت احنا قلنا اول حاجة اهو عملنا اوبجكت. ماشي، عايزين نعمل اوبجكت من الداتا سيت، داتا هتساوي نيو داتا ست بس كده. بعدين نعمل فيل، يبقى ادابتر دوت فيل بالداتا ست اللي عندك. ماشي، بعدين في بارامتر ما ننساش، في بارامتر عايزين نضيف له البارامتر. طب بنضيف البارامتر زي ما هنا ازاي؟ اهو كوماند بارامتر بنفس البساطة بالظبط، بس هو الفكرة هنا ان مفيش ايه، مفيش كوماند، مفيش كوماند. فاحنا بنكتب هنا ادابتر دوت سيلكت كوماند، الكوماند بتاع جملة السيلكت دوت اد دوت اد دوت قصدي بارامترز، سوري بارامترز دوت اد، ونديله نفس اللي احنا كنا بنعمله بالظبط، اي دي و اي دي و بنقول له بقى انت هتاخده منين. فهو هياخده منين؟ هياخده من اللي جاي من هنا صح، الاكتور نيم اللي هو تكست بوكس دوت تكست، تكست بوكس فان دوت تكست. حلو، يبقى احنا كده حطينا البارامترز. بعدين عملنا فيل، بعدين عايزين بقى نعرض، نعرض في الداتا جريد فيو دي، يبقى داتا جريد فيو دوت داتا جريد فيو 1 دوت داتا سورس هتساوي ايه؟ هتساوي الداتا سيت دوت تيبلز اوف ال 1 اوف ال 0 سوري سوري اوف ال 0 ما فيش غير، احنا مراجعين تيبل واحد اوف ال ايه اوف ال 0 بس كده، بس كده. نعمل ران قبل ما نعمل ران احنا محتاجين ايه؟ اصل احنا عملنا ران هي هيظهر لنا الفورم الاولى، احنا زي الفورم التانية، فهنعمل ايه؟ هنروح على البروجرام دوت سي اس، نروح على المين ونشيل فورم 1 دي نحط فورم 2 بس، والرن. عايزين بقى نكتب اسم الممثل، كاتبه توم هانكس. ماشي، توم هانكس، المفروض ما ندوس سيرش يجي لنا افلام. الحمد لله يا رب، هو ذا ستوري هو نفس الاول بتاع هنا. بس هو الموضوع بسيط جدا جدا جدا، هو بس فكرة خطوات. احنا اول حاجة هناك كنا بنعمل كونكشن، كنا بنفتح كونكشن، بعدين بنعمل الكوماند بياخد الكونكشن، بياخد التكست، وبياخد التايب، وبياخد البارامترز اللي هو فيه، وبياخد الاكسكيوت. ماشي، لكن هنا احنا مش بنعمل، بعدين بنقفل الكونكشن هناك، لكن هنا مش بنعمل كده. هنا بنعمل ايه؟ هنا بنعمل الادابتر، نعرف اوبجكت من الادابتر، والادابتر ده بياخد جملة السيلكت اللي هي دي او على حسب يعني، والكونكشن اللي هي دي، وبعدين هو بيتعامل عادي، بيجيب بيريتريف الداتا من الداتابيز ويحطها في داتا سيت. فبنعرف اوبجكت من داتا سيت،
و اوبجكت نفس ده ست، ولو في بارامترز للادابتر بنحطها عادي. بعدين بنخلي الادابتر ده يفل الداتا ست اللي هي الحاجه اللي متخزنه عندي في الميموري، بيخزن فيها نسخه من التيبلز اللي جايه من الداتابيز بيخزنها في الداتا ست. بعدين لو عايز اعرضها بعرضها في الداتا جريد فيو داتا دوت تيبلز، عشان هي جواها تيبلز اوف ايه الزيرو. بس كده ده شرح لاب 4، وشكرا جدا لوقتكم، وان شاء الله لو في اي مشكله ممكن تكلموني.